ليفربول يودع دوري الأبطال في مفاجأة كبيرة جدا بخروجه من دور الـ16 بعد مباراة كبيرة جدا من ليفربول ومن كلوب وسيئة جدا من أدريان حارس ليفربول. ليفربول قدم مباراة نوعا ما كويسة، واتلتيكو مدريد قدم مباراة دفاعية، وسيميوني قدم مباراة رخمة جدا على ليفربول. هنتكلم على كل حاجة في مباراة النهاردة بالتفصيل الممل. قبل ما نخش الحلقة انزل اعمل لايك، وعايزين نوصل الحلقة دي 20 لايك ولا حاجة، وانزل اعمل سبسكرايب في القناة واشتراك وفعل الجرس لو انت اول مرة تشوفنا عشان الحلقات تيجي لك اول باول. يلا بينا نخش الحلقة. بدأ النهارده بالتشكيل المعتاد بتاعه، بدأ بحراسة المرمى أدريان بدل أليسون المصاب، قدامه بيلعب بجوميز وفان دايك، على اليمين أرنولد، على الشمال بيرتسون، ثلاثي في نص الملعب فينالدوم وهندرسون، وبيلعب بتشامبرلين، وقدام بيلعب بصلاح وماني وفيرمينو. ليفربول هو خلاص المباراة معروفة، أنت عارف السيناريو أصلا من قبل المباراة، عارف اللي هيحصل، أنت عارف إن أنت داخل اتلتيكو مدريد واقف في نص ملعبه مضايق مساحات، كل الفريق تحت الكوره، وانت اللي تبقى مستحوذ، انت اللي تبقى بتهاجم، انت اللي تبقى بتحكم في رتم اللعب، انت اللي تعلي رتم اللعب، انت اللي تبطئ رتم اللعب، انت اللي هتعمل كل حاجه. واتلتيكو مدريد هتلعب على هجمه مرتده وتلعب على هجمه مرتده، ده اللي كنا عارفينه، ده اللي عارفينه من قبل المباراه اصلا، ان هو ده اللي هيحصل، وده حصل بالفعل. انت بدات المباراه ليفربول هو اللي مستحوذ، هو اللي ضاغط، هو اللي عايز يجيب جون، هو اللي بيحاول يعمل كل حاجه في المباراه، واتلتيكو مدريد واقف في نص ملعبه بيحاول يقفل المساحات ويضايق المساحات جدا، اللي هو بيلعب 4-4-2 فلات، ومضايق المساحات جدا ومقرب الخطوط من بعض، والاثنين المهاجمين بتوعه هما دييجو كوستا وقدام جواو فيليكس، وبيحاول يلعب على هجمه مرتده على ليفربول. ليفربول وكلوب حاول اللي هو يصلح الاخطاء الهجوميه او العقم الهجومي اللي كان موجود في الواندا متروبوليتانو. في الواندا متروبوليتانو ليفربول كان في عقم هجومي تام، كان ماني في وادي وصلاح في وادي وفيرمينيو في وادي وكل واحد في وادي، وما فيش حد قريب من حد، ما فيش اي ترابط، ما فيش اي حاجه تدل ان ليفربول ممكن يجيب جول في الواندا متروبوليتانو. لكن في مباراه النهارده في الانفيلد ليفربول كان الخطوط نوعا ما قريبه من بعض، لعيبه الاطراف قريبه من فيرمينيو، بيخش القلب الملعب كتير جدا، والاطراف بتاعتك اللي هم ارنولد وبرتسون بيروحوا يرفعوا عرضيات كتير، وكمان لعيبه نص الملعب بتزيد وبتساعد هجوميا، سواء تشامبرلين او فينالدو، الاثنين بيزيدوا وبيساعدوا هجوميا ليفربول، وده اللي خلى ليفربول يعمل هجمه واثنين وثلاثه وضيع كذا كوره على مرمى اتلتيكو مدريد. ده الضغط بتاع ليفربول ده، والاستحواذ بتاع ليفربول، والاداء بتاع ليفربول، وكمان الاخطاء الهجوميه اللي كانت موجوده في الواندا متروبوليتانو اللي اتصححت النهارده، ادت ان اوبلاك يطلع كنجم المباراه ويطلع كرجل المباراه. اوبلاك شال كور كتير قوي النهارده، اوبلاك من وجهه نظري انا هو اللي صعد اتلتيكو مدريد النهارده، لولا اوبلاك كان اتلتيكو مدريد خسر بالميت النهارده في الانفيلد 3-4. النهارده اوبلاك شال كور كتير جدا، شال من صلاح وشال من ماني وشال من فيرمينو وشال من روبرتسون وشال والعرضه شال لروبرتسون كتير 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 كتير. ليفربول قعد يضيع كتير قوي الى ان جت في الدقيقه 43 عرضيه وفينالدوم بيطلع يحط الجون الاول لليفربول، 1-0 المباراه، رجعت عربيات تاني ورجع التعادل ورجع ليفربول في المباراه، وانه ممكن يصعد ويرجع تاني في المباراه، وده اللي حصل. ليفربول نهى الشوط الاول 1-0 على بركه الله. الشوط الثاني طب يلا بقى خلاص، هو ده شوط الحسم، لا اما ليفربول يصعد يا اما يخرج، وده اللي كان بيعمله ليفربول. ليفربول بقى بيضغط بكل خطوطه، خطوط يعني ضغط شامل من لعيبه ليفربول، كان الاستحواذ نوعا ما كويس، كان بيعتمد على اطراف كتير جدا، سواء الاطراف بتاعتك اللي هي الوينجات صلاح وماني او الاطراف ارنولد وروبرتسون. النهارده صلاح كان فايق نوعا ما، النهارده صلاح كان نوعا ما بيحاول يساعد هجوميا، لان نوعا ما كان مختفي هو فيرمينيو، فيرمينيو كان مختفي ما كانش باين قوي، ده راجع ان فيرمينيو كان بيحاول يهرب من الرقابه اللي كانت عليه من الاثنين قلبين الدفاع ويخرج لبره منطقه الجزاء كتير، وده اللي خلى ان فيرمينيو نوعا ما مش فايق النهارده او مش باين النهارده، وخلى الاطراف هي اللي تبقى باينه اكتر، وده اللي خلى الاطراف تضيع كذا كوره. ارنولد كان بيشوط كتير على ايام اوبلاك، وكمان روبرتسون شاط كوره، كوره عرضيه دخل بدماغه اتزنت في العارضه وخرجت بره، يعني تضيع كتير، ضيع 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 كتير قوي. واللي مش فاهمه ان تغييرات كلوب اتاخرت، تغييرات كلوب اتاخرت، وحتى تغييرات الناس تغييرات غريبه، يعني انت بتسحب تشامبرلين بتنزل ميلنر، بتلعب بفينالدو ميلنر وهندرسون في نص الملعب، ليه؟ ليه بتلعب بالشكل ده؟
وبعد كده بعد يعني انت خلاص شوت انت قدامك شوت واحد، ويا اما تطلع من البطوله يا اما تكمل في البطوله، انت محتاج جون واحد كمان وعشان تصعد للمباراه دي. فانت ليه مش مهاجم؟ ليه مش ضاغط؟ انت ضاغط اتلتيكو مدريد وزنقه في نص ملعبه وزنقه في منطقه الجزاء وبتحاول تجيب اجوان، لكن الناحيه الثانيه سيميوني بيحاول يحرك الفريق، بيحاول يلعب على هجمه مرتده، بيحاول يطبق فلسفته، بيحاول يطبق فكرته اللي هو بيعملها في كل المباريات، اللي هو خلاص ديجو كوستا مش مفيد، خرج ديجو كوستا ونزل يورينتي وقدم كوريا جنب جواو فيليكس، وعايز اثنين يبقوا صراع عشان يساعدوني في المرتدات. وده اللي كان بيعمله ميساؤول، يورينتي، كوكي، وكمان بيبقى جواو فيليكس وكوريا ضغط على دفاع ليفربول في المرتدات. لكن غير كده انت ضاغط اتلتيكو مدريد، فانت ضاغط اتلتيكو مدريد وبتوصل للجول بس. يان اوبلاك كان ليه راي اخر، يان اوبلاك ليه راي اخر، وكلوب بتغيراته ليه راي اخر، دي هنجيلها بعدين بعد شويه. اتلتيكو مدريد اللي هو راجع في نص ملعب، نص ملعبه ومضيق المساحات ومضيق الخطوط ومضيق الدنيا جدا على ليفربول، ومضيق نوعا ما العمق. هو بيحاول يخلي ليفربول يطير على الاطراف، يخلي ليفربول يلعب على الاطراف. انا مش كده كده الاطراف مش تعرف تخترقني، مش هتقدم معاك بحاجه، لكن ان انت تخترقني من العمق ده اللي هيقدم معايا الحاجه، ده ممكن يسجل اهداف. كان اتلتيكو مدريد شغل الشغل ان هو يقفل العمق، اللي هو يضيق المساحات على العمق، يخنق ليفربول في العمق ويطرده على الاطراف. وده اللي كان بيحصل ليفربول، الاجوان بتاعته جت من على الاطراف، كل جوان ليفربول جت من على الاطراف، سواء الجول الاول او الجول الثاني جم على الاطراف. ازاي على الاطراف؟ الجول الاول جت من عرضيه من اللي جت لفرناندو بجابه دماغه، والجول الثاني جه من عرضيه جاب دماغه برده لفيرمينيو وطرد تحت جول. بس الشوط الثاني خلص 1-0 1-0، وكنا حاطين الدين على قلبنا في اخر لقطه في المباراه، في اخر ثانيه في المباراه، فاول اتلتيكو مدريد، فيليب بيرفع، لودي بيرفع الكوره، تيجي على دماغ ساؤول بيخش تك جون اتلتيكو مدريد 1-1، ليفربول خارج البطوله. دي كانت ضربه، دي كانت ضربه كبيره جدا ليفربول، وفرح اتلتيكو مدريد خلى جمهور ليفربول واحد، وانا واحد كجمهور ليفربول حاطط ايدي على قلبي. بس الحمد لله الحكم بنبص رفع الرايه واوف سايد، ده يأدينا ان احنا نوصل للوقت الاضافي. في الوقت الاضافي ترى ليفربول يعمل تغييرات، ينزل ديفيرج، ينزل اوريجي، وينزل فابينيو بدل هندرسون، ونزل اوريجي بدل فيرمينيو تقريبا، لا مش بدل فيرمينيو، ينزل بدل فينالدوم. خلاص بقى هنلعب الكل في الكل وهنجيب اجوان، وده اللي حصل فعلا. خلاص ده اللي حصل في الدقيقه مش عارف 94، كره ترفع عرضيه يا دوب لسه الشوط الاضافي الاول شغال، كره ترفع عرضيه يخش فيرمينيو تتردله، تخبط العرض تتردله يحط على طول، والجول الثاني ليفربول، وليفربول خلاص بيقرب انه يصعد لدور الثمانيه. الى ان ادريان كان ليه راي اخر بقى، ادريان ده اللي تعالى لي بس تعبيط يا بابا، انت تعبيط، في حاجه في دماغك، ايه اللي انت بتعمله؟ لا بجد ادريان ايه اللي بيعمله ده؟ يعني نفسي افهم بقى ادريان ازاي عدى من اختبارات حراسه المرمى اصلا، يعني ازاي ده بقى حارس مرمى مش فاهم. يعني ادريان كوره غريبه وعجيبه جدا بتجيله، بيباص الكوره في نص الملعب، بيقول للاعيبه اتلتيكو مدريد خدوا الكوره، يورينتي بياخد الكوره بيحط الكوره ار 2 معلم جول 2-1 ليفربول خارج البطوله، 2-1 اتلتيكو مدريد لدور الثمانيه، 2-1 خلت ثقه لعيبه اتلتيكو مدريد تزيد، واصرار ان هم خلاص ده الحلم بيقرب، احنا بنطلع حامل اللقب، يلا يا رجاله دوسوا اكتر، دفعوا اكتر، خليكم صامدين اكتر. ادريان ادى كل ده، ادريان معروف ان انت بتقابله من وراه اللي هو ضعيف في الشوط اللي انت تشوط عليه، سواء من جوه المنطقه من بره المنطقه هو ضعيف في الشوط، فانت كل جوان اتلتيكو مدريد النهارده كانت جايه من الشوط. جون 2-1 يا مسهل، الشوط الاول خلص، يلا يا رجاله لسه بدري ان شاء الله ممكن نجيب جون ونصعد. في ظل ليفربول فاتح كل خطوطه وبيضغط بكل خطوطه وبيحاول يجيب جون الثالث عشان يصعد المباراه، تيجي الضربه الجون الثاني لاتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد لقطه غريبه من فان دايك، بيفضل يرجع بظهره، يرجع ويدي مساحه لمراتا انه يباص ليورينتي، يورينتي بيستلم الكوره وشوطه ثاني على ادريان عشان يسجل الجون الثاني لاتلتيكو مدريد، 2-2 ليفربول بره البطوله. خلاص 2-2 ليفربول بره البطوله، بيحاول ليفربول يجيب جونين بعد ما كنا مستنيين ان احنا نجيب جون، بنجيب جونين عشان نصعد من البطوله. زي برضه ليفربول بيحاول يضغط بيجي في الجون الثالث، هجمه مرتده مراتا بيجري بالكوره بيروح على ادريان مفيش اي مقاومه منه، تك الجون الثالث
وبيعتذر لمراته، مش عارف بيعتذر لليفربول اتلتيكو، بس بيعتذر لجمهور اتلتيكو. ليفربول بره البطوله، ليفربول قدم مباراه كويسه سواء في لواندا متربلتانو او مباراه انفيلد، قدم مباراه كويسه كان بيحاول يسعى للبطوله. خلاص ليفربول مبقاش قدامه غير الدوري، خرج من دوري الابطال، خرج من كاراباو كاب، خرج من اف اي كاب، خرج من كل حاجه، ما قدموش غير انه ياخد الدوري. لو حلم الدوري ضاع هتبقى موسم صفري لليفربول، هتبقى موسم سيء لليفربول. هارد لك، هارد لك لكل جمهور ليفربول، هارد لك ليا، مبروك لكل جمهور اتلتيكو مدريد، وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه اللي جايه. بس في الاول والاخر تكررنا في مباراه اتلتيكو مدريد وليفربول، قول رايك انت في الكومنتس في مباراه النهارده، قول لي توقعك، هل اتلتيكو مدريد بالمستوى اللي شفناه ضد ليفربول تتوقع انه يوصل بعيد في البطوله دي، ولا هو اخره هيبقى دور الثمانيه ويخرج من البطوله؟ قول لي توقعاتك في الكومنتس. لو الحلقه عجبتك تنسى تعمل لايك وسبسكرايب في القناه واشترك في الجرس عشان نيجي الحلقات اول باول. ده بقى حصل في الديسكربشن تحت، واعمل شير على الفيسبوك، ريتويت على تويتر، وتابع على الصفحه. نشوف الحلقه الجايه، سلام.